أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحذرون. ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحذرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وتلذ الأعين وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يا عبادي لا خوف عليكم ولا
ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون وتلك إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك Oh,
أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سراهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أم أبرم أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم قل إن كان للرحمن ولدا فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات رب العرش عما يصفون قل إن كان للرحمن ولدا فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون قل فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون
وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن
فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وقيله يا رب إلا هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إلا وقيله يا رب إلا هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا أمرا من عندنا إلا كنا مرسلين.
إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إلا كنا مرسلين رحمة من ربك رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم لا إله إلا هو يحيي ويميت يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين لا يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والشجر يسجدان والسماء رفعا ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان Oh!
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف وريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر ولله الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم في شرف النبي وآل بيته الكرام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، استمعنا مع صوت لا يمل سماعه، وقرآنا تتردد إليه كل استماع، عقار جمهورية مصر العربية، فضيلة القارئ الشيخ حجاج عبد الكريم القارئ والمقيم بشبين الأناطر. كان معكم وبتوفيق من عند الله إذاعات صوتية، هندسة كهربائية، كبرى مخازن الفراشة الحديثة الكبرى المشهود لها بجمهورية مصر العربية، والمحل الأول في مركز ومدينة أشمون، إدارة ومخازن الحاج شحات عبد المجيد البري، الحاج شحات عبد المجيد البري، مدينة أشمون، شارع سعد زغلول، بدوار صفاوي. أيها السادة، تنتهي إذاعة البري
البر وإنارة البر وفراشة البر من هذا المكان، ونترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.